أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن الجوائز المالية التي تربح في القنوات. إيش؟ الجوائز المالية في القنوات. إيش القنوات؟ القنوات الفضائية. الجوائز ما تجوز لأنها من الميسر إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان جائزة على شيء من أمور الجهاد كركوب الخيل أو ركوب الإبل أو الرماية، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يجوز أخذ الجوائز على هذه لأنه مما يعين على الجهاد والتدرب للجهاد. ما عدا هذا فإن الجوائز تعتبر من الميسر ولا تجوز، لأن الرسول حصر الجواز في هذه الثلاث خاصة. ألحق ابن القيم بذلك الجوائز على الفقه، على تعلم الفقه والنحو، يقول لأن هذا من الجهاد، تعلم العلم النافع من الجهاد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.